بقى التجول كده في الجولتين وفي تفاصيلهم، وقفت عند لقاء مهم قوي. اللقاء ده فضيلة الدكتور شوقي علام كان مع السيد فلاديمير فورينكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب. ده لقاء مهم، خاصة التصريح بتاع سيادتك بيقول إن الدين يدعونا إلى المحبة والإحسان ويعلمنا قيمة احترام الآخر والتسامح، وهذه القيم الأساسية تساعدنا في تجاوز الاختلافات وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات المختلفة. وسيادتك قلت الحوار والجوار، تفضل يا مولانا. هو الحقيقة يعني كان أصلا الزيارة إلى نيويورك بدعوة من رابطة العالم الإسلامي لمد أو العنوان الأساسي هو جسور التواصل بين الشرق والغرب. والحقيقة كلمة جسور لها دلالتها اللغوية التي تعني العبور فوق شيء ما، لكن هذا العبور يحتاج إلى الحقيقة إلى جرأة، ويحتاج إلى تمتين العلم في كيفية التواصل، كيف أعبر، متى نلتقي، ما هي العوامل المشتركة بيننا لكي يصل بعضنا إلى البعض. فكلمة الجسر في الحقيقة تحتاج إلى تعميق الفهم لها، ولكن هناك مفخخات على الجسر عبرت عنها مؤلفات. انت بتتكلم عن نهاية العالم لفوكياما، بتتكلم عن كثير جدا من النظريات اللي بتقول انه لا حوار، وان الصراع الديني هو الذي سيسود، وان المصيبة العالمية او الحرب العالمية الجديدة سوف تكون حرب دينية بامتياز. ولذلك حتى في اثناء هذه اللقاءات عرضنا الى فكرة صراع الحضارات، وان ما ينادي به البعض من حتمية الصراع بين الحضارات هذا ليس صحيحا. ده كتاب لصامويل هينجتون يعني، وفي الحقيقة هم أقروا بذلك. بل بعضهم ما هو الذي صرح بأن هذه النظرة المتسرعة ممكن، هذه النظرة الضيقة المتشائمة والمتشائمة في العلاقة فيما بين بني البشر بعضهم البعض مع اختلاف عقائدهم، وفرضية الصراع هي فرضية غير حقيقية وغير صحيحة بالمرة. ولذلك لابد من، وأنت تعبر هذا الجسر وتريد أن نلتقي معا، لابد أيضا من هذه المفخخات أن تكون واضحة في أذهاننا وأن نكافح ضدها. فنحن إذن كأننا عندما نعبر هذا الجسر جسور التواصل ونحدث تواصلا حقيقيا، لابد أن يقوم على جملة أو على محورين أساسيين. المحور الأول هو محور إبراز المعاني الراقية وتعميقها، القيم الإسلامية السامية، القيم الإسلامية السامية الكبيرة من الرحمة ومن المودة ومن السلام ومن الوئام ومن أن المساواة، دعوة للمساواة، صناعة الحضارة، صناعة الحضارة. الحقيقة الإسلام جاء لصناعة حضارة، لصناعة إنسان، لأنه دين حياة. لماذا